طيب خلينا بقى نروح لملف تاني يا كريم، وخبر حلو عايزين نقول فيه مبروك للاعيبه الجميله جيانا فاروق صاحبه برونزيه الكاراتيه بدوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020، لان امبارح كان عقد قرانها اللي كان متاجل بسبب انشغالها بالمشاركه زي ما كلنا تابعنا في اولمبياد طوكيو. ويعني كانت دايما قاعده تقول لخطيبها ادعي بس عشان نكتب الكتاب واحنا مبسوطين ويبقى فيه ميداليه، والحمد لله دلوقتي احنا بنتكلم من يعني ربنا جبر بخاطرنا بقى كلنا، وكمان كان وزير الشباب والرياضه موجود وشهد على عقد القران كان بالامس زي ما حضراتكم شايفين هذه اللقطات يعني. فبنقول مبروك لجيانا، ومره تانية انت مش بس شرفتي الاهلي، لا انت شرفتي مصر كلها، فيعني مزيد بقى عايزين جيانات كتير ان شاء الله.